انا قبل ما نتكلم على مروان، هل يجوز ليا اللي انا احط نني كتب ايه وصلاح قال عمل ايه وقارن؟ ولا كده ابقى انا وحش؟ ليه؟ لا مش وحش. لو واحد كابتن محمد النني عمل بوست قال كل التوفيق للمنتخب المصري اليوم ده يوم الماتش يعني، وحاطط صوره المنتخب وده على الاكونت بتاعه، وصلاح تجاهل الموضوع ده تماما وعمل ستوري خاص بتدريباته هو فقط في الجيمنازيوم. في تعليق يا كابتن سيد؟ هي حاجه كويسه من النني بس مش حاجه وحشه من صلاح. واحنا مش هي النقطة، مش هو صلاح مش كل حاجة بيعملها فهي ضد المنتخب أو ضد لا احنا بنقول بمناسبة المنتخب كان بيلعب في ولاية جديدة، هو مش موجود، مهنني برضو مش موجود، إيه مثلا صلاح بينزل متابعات ليه لمسلسلات رمضان ما بينزلش متابعات ليه للمنتخب، النني بينزل، يعني هل دي مقارنة ولا ده طبيعي؟ يعني اعتبره طبيعي؟ طبيعي ما انت ما تقعدش بقى تشتمني طول النهار بس كده بس لكن هي خلي بالك النهار وتيجي تلاقيني في البرنامج عايزني ابقى اقعد اقول شبانه حبيبي ده شبانه احسن واحد في التاريخ. ما انت تطلع كل يوم انت بتنفضني بقالك 5 6 شهور عمال تنفض فيا وانا ما بردش عليك وساكت، فخلاص انا ساكت، دي ما فيهاش حاجه يعني السكوت ما فيهوش حاجه، انما مش مطالب ايه وايه علاقتك بشبانه؟ ماليش علاقه بشبانه. وهل هو صلاح بس زعلان من الكابتن حسام او كابتن ابراهيم في التصريحات؟ انا عايز اكلمك في ده كابتن، ما تعاقبش الجماهير كلها، هجيلك دلوقتي، ولا برضه زعلان من الجمهور برضه لان هم حصل زيطه عليه؟ هو زعلان، هو زعلان من الكل، بس انت لازم تقارن، لازم تقارن. مش طبيعي ان صلاح ما يتكلمش، مش طبيعي ان صلاح ما يتكلمش طبعا، نتكلم انت في الظروف العاديه اي حاجه دعم، لكن برضه دعم طبيعي، لكن برضه ما هو صلاح برضه ما هو اللي يرجع لايام بطوله الامم الافريقيه متاخد فحت ورد لغايه بعد الماتش برضه في تلميح، في تلميح. طب ما نفتح صفحه جديده يا جماعه، احنا نقعد في العك ده، خد بالك ده بيتواكب دلوقتي مع كل اللعيبه اللي بتعمل معاه لقاءات في رمضان يا باشا، بيتكلموا على صلاح بشكل ايجابي جدا جدا جدا. هو صلاح اهم لعيب ايجابيا على منتخب مصر، يعني تصريحات كهربا، تصريحات كله سمير، كله تصريحات كله لا مشروع. لا استنى، تصريحات الغير دوليين وكهربا و لا اللي مش في المنتخب. طب كهربا كانت منتخب لغايه اول كان مبارك. انا بقول دلوقتي كان ايه من سنه 87 يعني يا فندم انت لا مش بس لو حد اتسال من اللي موجودين في المنتخب هيرد نفس الرد يعني لا يعني هل دي مثلا الحقيقه، دي الحقيقه. هل مصطفى محمد بعد ما كان يجيب الجون يقدر يعمل تيشيرت صلاح ولا بتاع؟ لا هيعمل عادي، عملهاش ليه؟ لا هيعمل، عملهاش ليه؟ لا عشان ده ماتش ودي، اصل كمان ما هو صلاح ودي ملوش دعوه صلاح دلوقتي، يعني صلاح موجود مش معناه انه مصطفى محمد. ما انا بقول ايه، انا بقول ان انت زي تقول في حص يعني برضو ايه يعني أصل الجهاز يزعل من الكلام ده، مش الجهاز يزعل، ما نخلص من القصه دي. لكن علاقه صلاح يا جماعه لازم يبقى موجود، امر منتهي. لا ما هو ماشي، بس صلاح علاقته باللعيبه واضح انها ايجابيه جدا جدا، مش كده كده؟ طبعا بس انا زي ما بقول ما فيهاش كلام، انا قصدي تاني خالص، قصدي ان يبقى فيه لا ده الجهاز ممكن يزعل، كابتن حسام ممكن يزعل، ما نخلص من الكلام ده. لكن طبيعي، اخيرا طبيعي اللي عمله صلاح طبيعي. طبيعي طبعا كابتن عبد الجليل. لا يعني ان انت تآزر زمايلك، انت زعلان من الجمهور، بعض الجماهير ان هي هجمتك، بعض الناس اللي شككت، بعض انت دي النجوميه، والنجوميه ضريبه لازم يسمع كده ويسمع. ما هو انت كويس بيقولوا كويس، ففي بعض يقول لك بيشككوا، فما تعاقبش كله. لا على الاقل كان لازم يدي دعم للمنتخب مبروك. طبعا طبعا مهما كان زعلان او ده زعلان، ده لا انت عارف البوست ده يخلص كل حاجه، يعني لو كان عمل بوست صح صح كانت كل حاجه خلصت. هو مبروك على ايه بس يعني؟ لا 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 يعني لسه ما فيش حاجه، لسه ما فيش حاجه، هي ما فيش حاجه. على فكره دي بطوله وديه، يعني عشان برضو ما نكبرش الموضوع، دي بطوله وديه سواء المنتخب كسبها او خسرها فهي بطوله استعداد لماتشات تصفيات كاس العالم. دي النقطه، النقطه برضو شهاده حق. احنا اول معسكر لينا صلاح كان متعور ورجليه كانت في كبيره انكر رجله، وجاء قعد 3 ايام في المعسكر. ايوه بس فدي حاجه بقى كان انت بتدي مثال. اكمل لك بقى حاجه ثانيه، لم يتكرر المرات. اعد بقى كم لعيب دلوقتي عالمي الفتره اللي فاتت دي في التوقف الدولي ده ما راحوش منتخبات بناء ان هم راجعين من اصابات. دي بروين راجع من اصابه، ما راح ميسي. كذا لعيب في فرقته ميسي كله نفسه. بيستنى عادي على فكره، ممكن ان انت ما تروحش معسكر لان انت راجع من اصابه، فممكن ما تتحملش 3 4 ماتشات. غير قبل الماتش ب 3 4 دقائق وقال لك اصله عنده اصابه طفيفه وما راحش
دي بروين لعب الماتشات كلها وما راحش وما راحش المعسكر عادي وباذن وباذن من المنتخب وموجود بعد كده. فهي الموضوع انا شايفه طبيعي بس احنا مكبرينها شويه. والنقطه الاهم برضو في الاول والاخر لازم يبقى ليها عنوان ان صلاح هيبقى موجود ان شاء الله في منتخب مصر ان شاء الله طبعا بس